السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. كان في سؤالين للشيخ. السؤال الاولاني الحديث بتاع من احسن فيما بقى وغفر له ما قد مضى، لا يصح. والحديث بتاع الحديث القدسي كان الحديث، معلش مش جاي من ذهني دلوقتي، اللي هو بتاع هل عبدي من نافله، ف انظرها لعبد من تطوع، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت ولا قال انظرها لعبد من تطوع، يعني منازع في بعض الشيء. حضرتك عليه قبل كده كنت حضرتك قلت إن هو فيه الوجهين، فأنا عايز أعرف في الوجهين. حضرتك عليه. والله يعني ما استطاع أقرر قرار الآن، لكن هو في الوجهين للعلماء. تمام، جزاكم الله خير. وياكم السلام.